خدت بالك من الزبون طبعا؟ طبعا. توزيع الكاميرات هنا بيقول ان هم مش موسوسين قوي في السكيورتي. توزيع كاميرات ايه؟ ده شغل على قديمه. شغل من افلا كده وجورنال مخروم. ما انا فيلا وجورنال مكتوب اولد سكول مثلا. اولد سكول؟ لا الاولد سكول دي هتكشفنا على فكره. الو. الله يا حبيبي. السويت تحفه. عجبك؟ اه رائع. طب الحمد لله. تحبي بقى تعملي ايه؟ نريح شويه ولا ناخد دش وننزل نتغدى في حته؟ لا طبعا احنا مش جايين نقعد في الاوضه، احنا عايزين نتفسح. ثانك يو. صح ثانك يو. لا بصي ده انا هفرجك على البلد حته حته. الأوضة نظيفة، مفيش أي مايكات ولا كاميرات. أنا تمام برضه، مفيش أي حاجة خالص. شلت الفيش وكل أجهزة؟ كله زي الفل. بصي بقى، أنا هنام على الكنبة هنا وأنت هتنامي جوه في الأوضة، بس هدومي هتفضل عندك عشان لو طلعوا ينضفوا ما يشوفوش يعني هدومك في حتة وهدومك في حتة وكده. ثانية واحدة، أنت ليه قررت لي إن أنا هنام جوه وأنت هتنام بره؟ افرض إن أنا عايزة أنام في حتة تانية. عايزة إيه؟ تنامي أنت على الكنبة؟ لا أنا بسأل بس، أنت ليه اديت لنفسك حق إن أنت تتكرر؟ أيوه عشان هي دي الأصول على فكرة، أنا الراجل وأنت الست. على فكرة إحنا بنمثل إن إحنا متجوزين. ها؟ احنا نبتدي بقى. بس بصي اعملي اللي انت عايزاه، بس دلوقتي تعالي بقى عشان ننزل نتغدى لان فعلا هموت من الجوع. هي دي خطتنا ان احنا ننزل نتغدى؟ اه هي دي الخطه الاول، هنتغدى بعدين نشوف هنعمل ايه. بعدين انت عارف الناس مراقبانا، انا بقى هسحلهم ورايا كده هلفهم كعب داهي. ماشي. بس انت اكيد اكيد هتغيري مش كده؟ ماشي. لا بس هو ده لبس الكفر مش لبسك صح؟ انا بطمن يعني.